تفاصيل أكتر عن نورو فيروس بينضم لنا عبر تطبيق سكايب الدكتور محمد رحيم، الباحث في الفيروسات والمناعة بكلية الطب والعلوم وعلوم الحياة جامعة لانكستر المملكة المتحدة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، مساءك يا استاذ منى. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. المفهوم العلمي لفيروس النيورو فيروس، احنا بقينا نسمع كلمه فيروس ايا كان بقى اسمه بنتخض، ايه الحكايه؟ طيب، هو اولا فيروس النورو فيروس هو مش فيروس جديد او مش فيروس ظهر حديثا، يعني ده فيروس موجود من سنه 68 72 بدا يحصل ريبورتنج اوفيشالي ليه بشكل علني. فيروس موجود في العالم، الفيروس بينتشر، والبلوست العلمي تسمى اللي هو برد المعدة، أو بمعنى تاني بيسموه اللي هو برد المعدة الشتوي، لأنه بيرتبط أكتر بدرجات الحرارة المنخفضة وبيرتبط أكتر بفصول الشتاء. مشكلة الفيروس دوت اللي هو فيروس مقاوم، زي ما التقرير كان بيقول اللي هو مقاوم لدرجات الحرارة فعلا العالية، مقاوم لأنه هو فيروس بخلاف بعض الفيروسات الأخرى اللي هو غير مغلف بغلاف دهني، وبالتالي هو بيقاوم حتى لبعض الكحوليات وبعض المطهرات. الفيروس دوت اولا هو مش ملوش اي علاقه بالكورونا، لانه هو فيروس معوي بالطراز الاول، بيتقاصر في الامعاء الدقيقه ثم بينتشر بشكل عام للجسم، ثم بيطلع للامعاء وبيبدا يعمل في المعده وبيبدا يعمل اعراض اللي هي القيء واعراض الغثيان. بخلاف الكورونا، الكورونا هي مرض تنفسي من الطراز الأول، ثم بيتبعه أعراض أخرى مثلها الغثيان وبعض الأعراض الأخرى اللي أعراض معوية. نعم. الفيروس يعني احنا بنقدر هنا يا دكتور، يعني احنا هنا بنقدر نفرق بشكل يعني سريع ما بين إذا كانت هذه الأعراض هي أعراض فيروس كورونا ولا النورو فيروس؟ أعراض مختلفة تماما. أولا الكورونا من اللي بيصحبها في الأول لبعض الأعراض اللي هي الأعراض ارتفاع بدرجات الحرارة، بيرتفع ما بيبدأش في الكورونا اللي هو الغثيان والقيء ده، بخلاف الأمراض من اللي مرض النورو فيروس هو فيروس زي ما اتحكم مرض معوي، بيبدأ أعراضه في خلال ساعات من الانفكشن أو من العدوى بتاعته، بيستمر أعراضه من يومين لثلاث أيام، ممكن في بعض الحالات يوصل لأسبوع. ده في فترة الحضانة. هو بيسمى في الوسط العلمي بالظبط. هو يسمى في الوسط العلمي اللي هو إيه، البرد المعدة. هو مشكلته اللي هو بيسبب أكتر من 50% من حالات التسمم على مستوى العالم سنوياً. بيبدأ في حوالي من 700 مليون إصابة سنوياً على مستوى العالم. 200 ألف حالة وفيات على مستوى العالم. أعراض مختلفة تماماً بينه وبين الكورونا، ولكن هو بيصحب الكورونا. يعني مشكلته حاليا في انجلترا وفي الدول الاوروبيه وفي الدول ذات اللي هي وقت الحراره اللي هي منخفضه في الوقت الحالي. اللي بيبدا الكورونا او الانفلونزا تصيب الانسان، وزي ما حضراتكم عارفين بيئه خصبه لنشاط الفيروسات بشكل عام. يعني بالظبط، لان هي الفيروسات هي متطفله على الانسان، فبالتالي مجرد الكورونا او الانفلونزا ما بتعدي الانسان بيحصل نزول للجهاز المناعي، بالتالي بيدي فرصه للنورو او الفيروسات الاخرى او البكتيريا الاخرى اللي هي تنشط. طيب دكتور، يعني يمكن فتره حضانه الفيروس بتبقى من يومين لثلاث ايام، واعتقد ان ده بيساهم في انتشاره قوي. يعني ممكن الشخص يبقى مصاب بالنيورو فيروس ويقعد يومين سليم البدن وبيتحرك تماما سواء في شغله او بيمارس نشاطه اليومي. اعتقد يعني ده ممكن ينشر الفيروس بشده، ومش عارفه بقى الواحد ممكن ياخد باله من حاجه زي كده ازاي. اولا هو الفيروس بيتنقل عن طريق الاكل الملوث وعن طريق الاكل الغير يعني غير مغسول او غير مفهوش مش متخذ او من مصدر مجهول. والشيء كمان اللي مش الفيروس دوت مقلق بالنسبه لي، اللي هو بينتقل اكتر عن طريق بعض في بعض الابحاث عن طريق بعض الفواكه وبعض الخضار اللي جايه من مصادر عن طريق اللي هي الويست ووتر او الميه مش نظيفه، او بعض الخضار والفاكهه. طيب لو الفيروس دوت ممكن اللي انا لازم اتفضل ما هيكمل الفيروس مين اللي انا لازم مشكلته زي ما قلت لحضرتك، هو مقاوم للمطهرات ومقاوم لبعض اللي هي الكحول مثلا. بالتالي لازم اللي هو غسيل كويس جدا باستخدام بعض المواد اللي هي في الغسيل مثلا اللي هي ذات حمضيه زي الخل وبعض الليمون، الحاجات اللي فيها اسيدز مين اللي بتاثر عليه بشكل كبير. مشكلته في المستشفيات، وبالتالي عندنا مثال في انجلترا اللي هو الكلورز وبعض المطهرات هي هو مقاوم ليها، بالتالي بدا يعيد التقييم تاني للمطهرات في المستشفيات، لان هو بيستمر في المستشفيات وفي التويلتس وفي المصادر اللي فيها الانسان المريض، وممكن ما بياخدش بالنا لان هو
طالما ريزيست معناه اللي هو بيستمر في البيئة، خصوصا في درجات الحرارة المنخفضة من 10 أيام لأسبوعين، انتاجتي موجود على الأسطح وموجود على الأماكن أو على المناطق الملوثة. نعم دكتور محمد، يعني حضرتك هنا بتتحدث عن فكرة ان الوقاية منه مش زي فيروس كورونا باستخدام المطهرات او الحاجات الكحولية، لا هو باستخدام المواد اللي فيها يعني نوع من انواع زي الخل مثلا والحاجات العضوية شوية، اللي هي نقدر من خلال ان احنا نطهر الفاكهة او الخضروات اللي احنا بناكلها. هسأل حضرتك بقى على طريقة الوقاية العلاجية للمصابين من هذا الفيروس تحديدا. مهم جدا للدكتور او مهم جدا للتشخيص بتاعه، لان هو بيختلط احيانا اللي احنا ممكن عليه دور برد في المعده او اعراض البرد تظهر في الاول ثم يظهر مع الكورونا، فمهم جدا تشخيصه او الديفرنشال دايجنوستس او التشخيص المقارن بينه وبين الامراض الاخرى، لان في خطا شائع جدا وخصوصا حصل عندنا مثال في انجلترا، اللي احنا مع ظهور الامراض ومع ظهور الكورونا بدانا ندي انتي بايوتكس بشكل كبير جدا، وبالتالي الانتي بايوتكس هو ليس علاج للفيروسات بس، احنا بنحاول او الناس او الدكاتره بدات تساعد او بنحاول نساعد المريض سواء الانتي بايوتكس او سواء الكورتيزونات، فبالتالي ده بيساعد اكتر في وجود الفيروس، نعم بيساعد اكتر للمريض، عندنا بيكون في حاله بتتدهور حالته بسرعه جدا، هو علاجه وقائي في المقام الاول. اي انسان مريض او اي انسان يفضل اللي هو مثلا ممكن انسان يكون مريض ويروح الشغل ويكون عنده نعم اسهال، عنده قيء، عنده غثيان، الاسطح الملوثه، الفيروس ملوش علاج الى الان، علاجه كله هو علاج وقائي، هو علاج للمريض لما بيكون علاج بنساعده بالسوائل، بنساعده بالاكل الصحي، بنساعده اللي احنا فيه نحاول نخليه ما يقعش مننا في مرحله الجفاف. في 4 لقاحات تحت التجارب بخصوص الفيروس دوت بدأت سنة لأنه مؤخرا يا دكتور بيقال أنه أغلب الحالات بعيدا عن الأطفال ضعيفي المناعة وكبار السن ممكن يخفوا من غير أي أدوية، بس مجرد أن احنا نحافظ عليهم أنهم لا يصابوا بالجفاف وأنهم يتم عزلهم حتى لا ينقلوا المرض لحد تاني. هل الكلام ده صحيح ولا ده كلام بنقوله يعني عشان نطمن بعض؟ لا، ما اقدرش اقول اللي لازم نصبر في خلال 24 ساعه، اذا الاعراض استمرت لازم فعلا اتواصل مع الدكتور ولازم اتواصل مع المستشفى او المكان، بحيث ان انا خصوصا الاطفال وكبار السن، الفيروس بيصيب جميع الاعمار، مفيش فئه معينه للاصابه بالفيروس دوت، ولكن هو موجود. اتفضل يا دكتور. الفيروس بيصيب جميع الاعمار، بيصيب الاعمار من الاطفال الصغار للناس الكبيره، الاعمار الصغيره لانه ملوش اي فئه معينه. في حاليا دلوقتي 4 لقاحات تحت التجارب للفيروس دوت ابتداء من 2019، في لقاحين منهم في المرحله الاخيره، 2022 تم اللي هو ظهور بعض النتائج ليهم لمنظمه الصحه العالميه علشان يبدا يعمل لهم ابروفل، لانه مهم جدا، لأن الفيروسات عندنا 4 فيروسات من اللي هم مسببين الإسهالات والتسممات، تسمم الغذائي في العالم، النورو فيروس هو تاني واحد أهم واحد منهم. نعم دكتور محمد، يعني في الحقيقة ما زال فيروس كورونا لسه حديث يعني الكثير، يمكن بسبب حتى كمان ارتفاع عدد الإصابات اللي بدأ يعني يطل برأسه في عدد كبير من الدول زي الصين وغيرها من دول يعني أوروبا تحديدا. خلينا نعرف ايه هي السلاله الجديده XBB 1.5، اللي هي سلاله متفرعه من XBB، يعني احدى سلالات اوميكرون. طيب علشان نبسط اكتر الموضوع، اولا الاوميكرون لما ظهر في جنوب افريقيا بدا يحصل منه بعض التطورات وبعض التحورات للفيروس دوت. نعم. عندنا الى الان اكتر من 250 سب فاريانت من الكورونا. 250؟ اتليست 250 سب فاريانت، يعني تحت الكورونا عندنا في اكتر منهم 250. بعد الكورونا ما ظهر او الاوميكرون ما طلعت، في عندنا اللي هو زي ما كان الناس او بنقول المتوسط العلمي الفاريانت اوف كونسيرن، اللي هي فيروسات ذات الاهتمام الشديد، اللي هي كان اخرهم البي اي 5. بعد كده عندنا دلوقتي او الفاريانت اوف انترست، اللي هي الذات اللي احنا لازم نلاحظها ولكن ملهاش مشاكل كبيرة في حدوث الوفيات أو في ظهور أو في أدميشن للمستشفيات، منها الإكس بي 1 الإكس بي بي 1.5، وفي منها البي كيو 1، وحديثا دلوقتي وده الوسط، لأن هو إحنا بنتكلم على الشرق الأوسط أو على بعض الدول العربية فيها الإكس بي بي 1.5،
ولكن دلوقتي عندنا في الصين وعندنا في اليابان وفي طب امريكا عندنا طب في طمنا يا دكتور اتنين محمد، يعني سترينين جداد. بخصوص هذه السلالات تحديدا من فيروس كورونا، يعني نسبة الإصابة بتاعتها هل هو سريع الانتشار فقط لكنه يعني نسبة الوفيات فيه أو أعداد الوفيات فيه قليلة وما بيأديش لدخول المستشفيات؟ يعني عاوزين نطمن الناس تحديدا. طب هو احنا علشان نكون في صراحة في الوسط العلمي دايما يا ريت. بنقول فيروسات الانفلونزا والكورونا وخصوصا دلوقتي الكورونا مع نعم سرعة انتشارها اذا معناها سرعة تحورها. ولكن سرعة انتشارها وسرعة تحورها دوت بنتابعه دايما عن طريق التجارب المعملية وعن طريق ملاحظة الاعراض على الانسان. في نعم الوقت الحالي الاوميكرون هو اعراضه بسيطة ولكن انتشاره اسرع، أصلا ده حقيقي. وبالتالي معدل تحور الفيروس النهارده اسرع. وبالتالي عندنا مثال زي الاكس بي بي 1.5، نعم عندنا النهارده فاريانت جديد او اوميكرون جديد في انجلترا عندنا اسمه سي اف 1 بدأ يمثل 5% من الحالات، وعندنا في اليابان النهارده سترين جديد بي اف 5 وبي اف 7. بالتالي الفيروسات عندنا معدل انتشارها او سرعة انتشارها ده بيساعد اكتر في سرعة تحورها. حل كل ده ايه؟ اللي احنا لازم نحصن غالبية العالم او غالبية الشعوب في وقت قصير جدا. بالتالي اللي انا اضمن مناعة او تجانس مناعي لمعظم الناس في الوقت دوت، بالتالي اللي انا اقلل من سرعة انتشار الفيروس او سرعة تبادل الفيروس بين الاشخاص او بين الناس المخالطين. نعم. يعني بنشكر حضرتك دكتور محمد رحيم الباحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة جامعة لانكستر المملكة المتحدة، شكرا لوجودك معنا يا فندم في صباح الخير يا مصر.